لا زالت يعني هناك بعض العقد ما بين الإطار والتيار، نعم فنأمل إن شاء الله يعني الأيام القادمة سوف تحل هذه العقد ويذهبون كتيار وكإطار تنسيقي. وأعتقد الآن الإطار التنسيقي الآن قد يعني تحولوا إلى كتلة ما تسمى بكتلة الثبات الوطني، وقد يصل عددهم إلى يعني قد يتجاوز عدد نوابهم إلى 40 نائبا. فهؤلاء هذه الكتلة كتلة الثبات قد يكونون قادرين على الدخول إلى مجلس النواب وتشكيل الحكومة، لكن أستطيع أن أجزم ليس بمعزل حقيقة عن التيار الصدري، لأنه نأمل يكون هناك انسجام بين الإطار وبين التيار حتى ممكن أن يدخلون ككتلة واحدة في تشكيل الحكومة القادمة. نعم. الآن العقدة حقيقة اللي لا زالت كانما متمسك يعني السيد مقتدى الصدر حول وجود دولة القانون وعلى رأسها السيد نوري المالكي، لكن إن شاء الله أأمل أنه ممكن أن تذوب هذه العقدة وتنحل ما بين الجانبين. وأعتقد هو الخلاف هو خلاف يعني أعتبره خلاف شخصي يعني أنا بتقديري حقيقة، وكذلك انتقاد كما يعني يصف لنا السيد مقتدى الصدر أنه انتقاد لأداء السيد نور المالكي على طيلة السنوات السابقة التي كان فيها السيد نور المالكي.